كانت في الشباك في اخر المطاف. احسن سيناريو لشباب الريف الحسيمي، كان ربما ما كانش كيتوقعوا المتتبعين لاحظوا التسديده كانت قويه مباغته للحارس منير المرابط هذا مقابل لا شيء. لاحظوا لاعاده تسديده قويه، لاحظوا حاول المرابط انه يرجع باش يبعد الكره، لان الكره الطريقه باش لعبات تسديده كانت مباغته، الطريقه باش حضرات الكره لم تكن منتظره هذا مقابل الشيء. اذا اشتعلت مدرجات شباب الريف الحسيمي باحتفاليه